في حد اسمه أحمد نافع الأبوري حاجة. أي فندم ألف مبروك. شكرا. ناويين تشرفونا كتير يا فندم؟ أسبوع سبعة أيام بلياليهم. فاتتنا حكاية لياليهم يا حبيبتي. هتبقى حوسة لو كانوا قدروا الأوضة قبل النهار وجوها بالليل لحد تاني. فضل سيادتك القنصلي اللي هناك وانا حصل سيادتك القنصلي العفش. لا انا افضل اكون مع العفش. ده ما يصحش. طيب هم حتتين قدامك ما تخافش يا وتخلي بالك منهم عشان فيهم الظروف بتاعتك كلها وانت عارف الايام الظروف صعبه شويه. يا بيت مان اسمع ما تهبطهمش على الارض علشان الشنط دي مش بتاعك مستلف من واحد صعب. يا بيت مان بالراحه عليهم. ايه ده يا استاذ؟ انت هتسيبني امشي لحد الاوضه؟ صحيح فاتتني دي. تاكس ما تستعبطش لازم تشيلني. انت ناسي ان دي اول ليله في جوازنا؟ اشيلها ده ايه؟ انت كنتش فاهمه انها اتجوزت رزان. ساكت ليه؟ ما يلا. بس بسال يا حبيبتي يعني تحبي شيله معينه ولا اي شيله والسلام؟ كله ماشي، المهم تشيلني وبس. أوي على كل. أنا لو أعرف من الأول إن العملية تقيلة كده كنت خلعت. الجملة دي معناها إنك ندمان على جوازك مني. معقولة حبيبتي؟ أندم برضو على أحلى حاجة حققها لي ربنا. حقيقي الكلام ده من قلبك يا حمادة؟ من نخشيشي، من جوه نخشيشي أنا وقال حبيبتي. تأخرت على سيادتك بس وصل العفش كان متعطل شوية. سعيد. انا شفتك فين قبل كده؟ شيل بقى. بس لو شلت يعني يلا شيل. طيب هقول لك على حاجه بقى. ايه؟ انا غير مسؤول بقى عن اللي هيحصل جوه بعد الشيله دي. مالكش دعوه. ولا اسبوع عسل؟ وهو الاسبوع خير والجلسه بكره. اطمن يا معلم،
بكره الصبح هيكون في المحكمه. ابراهيم يا فندي، الحكايه دي عقباها وحش قوي. اطمن يا معلم، احنا اساتذه القانون وكلمتنا واحده. لما اشوف على العموم هنتقابل في المحكمة بكرة بإذن الله يا معلم. نتقابل في المحكمة بكرة. بقول إيه لسعادتك؟ إيه؟ ما تقبل مسكرة. لما تجيب لنا كده حكم يخش مزاجي أديك السيجارة اللي هي. مع السلامة يا معلم. الله يسلمك. سلام عليكم. والعمل يا ابراهيم افندي. والله ما انا عارف يا عم صالح. كلمه في اللقنه. ما تعيطش يا عم صالح، كلمته كذا مره، ست مرات. كل العمال بتوع اللقنه قالوا لي ان العروسه منبهه عليهم عدم الازعاج مهما كانت الظروف. حاول تاني. ما تعيطش يا عم صالح، هحاول تاني يا سيدي. اتفضل. الو اللوكانا، من فضلك اديني الاستاذ احمد نافع الابوري المحامي. الابوري؟ الابوري يا ست. عارف انه يا ست انا وكيل اعماله ومدير مكتبه وكاتب اسراره. الله، المساله خطيره جدا، احنا متسوحين يا هانم. الله، لا مؤاخذه يا بنتي، اصل انا منفعل شويه، تعبان، حاولي تاني، الهي يسترك. شهر عسل ايه ده والمكتب تعبان؟ الله يخرب بيتك يا عم صالح، من يوم ما عيطت مفيش خالص. ليه يا عم صالح؟ ليه؟ افرد وشك يا راجل، حرام عليك. طبعا. يا ساتر عليك، المفروض يشوف شغله الاول وبعدين يبقى يعسل على كيفه. ما تعيطش، ما تعيط ابدا. حبيبتي بس اقول الوم لنفسي وبعدين احط السماعه. قولها لي فوقي. احنا بقالنا اسبوع بنقول بس واجب برضه نرد. سيب اللي يرن يرن. طب مش جاهز تكون ماما؟ ماما؟ ممكن. الو؟ اهلا يا ابراهيم افندي. الله يبارك فيك. ايوه موجود. الو؟ ايوه ابراهيم افندي. ازاي؟ الحمد لله يا بيه، كله تمام. المكتب عال وكلنا بندعي لك بدوام الصحة. ربنا يقويك يا أحمد بيه، ربنا يقويك. أيوه بس أنا وقعت زبون سوء وبرشمته في مقدم الأتعاب. بكرة فندم القضية في المحكمة الكلية دايرة 11. لا اطمن، بكرة من بدري هكون في المحكمة. مع السلامة. يا سلام على ابراهيم الفندي ده، جدع بشكل. أحسن واحد يشنكر الزبون ويجيب رزقه. ده إيه بقى الشغل بتاع بكرة ده بقى؟ وإحنا حبيبتي مش متفقين نقضي أسبوع عسل وبعد كده نبتدي الشغل؟ أصل خلص بسرعة يا حبيبي. لا، لسه فاضل الليلين. معقول؟ ده أنا ما كنتش واخدة بالي. طيب ما دام خدت بالك ما تيجي جنبي بقى. غريبة إننا متجوزين بقالنا أسبوع ولسه بنتكسف من بعض. هو دايما أولاد العائلات الكبيرة بيبقوا كده يا بيطلع عمرنا في عسل ان شاء الله. يا حبيبي لما ترجع مش هتلاقيني، لكن هتلاقي شنطتين، هاتهم وحصلي. انت هتسبقيني على بيت والدتي؟ بصراحه احنا مش هنسكن عند والدتي. نعم.
اوعي تكوني عامله حسابك اللي احنا هنقعد عند والدتك. احنا مش هنسكن لا عند مامتي ولا عند مامتك. امال هنسكن فين؟ في رصيف نمره 5 بتاع فريد شوقي؟ من غير هزار من فضلك. هزار ايه بس؟ احنا مش اتفقنا انا وانت قبل الجواز ان احنا مش هيكون لينا شقه خاصه لوحدينا؟ علشان انا ما عنديش فلوس ادفع مقدم ايجار او خليه ورجل. حصل. طب لما هو حصل بتطلعي عيله وترجعي في كلامك تاني ليه؟ حبيبي بالهداوه من فضلك ولعلمك انا لا رجعت بكلامي ولا انت هتدفع مقدم ولا خلوه والشقه جاهزه. الشقه جاهزه؟ ايوه بس انا كنت عايزه اخليها لك مفاجاه. بتتكلمي جد؟ طبعا شقه محترمه مفروشه. انت قلتي مفروشه؟ ايوه. يا نهار اسود انت عارف مفروش يعني ايه؟ يعني فيها عفش يا حبيبي. يا خرب بيتك يا احمد يا نافع يا ابوري انا قد شو المفروشه؟ اهدى بس وصلى على النبي. ده انت لو بعتيني انا والقضايا اللي عندي على باب المحكمه ما اجيبش اجره يومين في شقه مفروشه. قول لي بالصلاه على النبي انت عندك استعداد تدفع كام في الشهر في شقه فاضيه؟ 180 قرش. إيه؟ يعني 190 جنيه 25 جنيه. خلاص هو ده اللي هتدفعه. ليه؟ انت قدرت تعمل واحد في مستشفى المجانين؟ ابدا ده راجل طيب وعاقل. شقه مفروشه ب 25 جنيه ده بير السلم بيتأجر اكتر من كده الايام دي. بقول لك صدقني شقه مفروشه لوكس وفيها توصيل التليفون كمان. نوال انا حاسس انك انت بتدبسيني زي ما حصل يوم الشبكه. انا حصل مني حاجه يوم الشبكه يا حبيبي؟ ايوه مش قاعد تقولي شبكه ايه يا حبيبي؟ ولا يكون عندك هم؟ حاجه رمزيه نجيبها ولما جينا للجدل واحنا للسايخ رحت هبد عليك ب 500 جنيه. اخسى عليك ايه اللي بتقوله ده؟ انت مستخسر فيا شويه ذهب ب 500 جنيه؟ نوال يا حبيبتي انا عمري كله فداك بس انت عارفه تجيله غطاء. انا علشان اعمل فرح ونيجي نقعد اسبوع هنا بعت عربيه ابويا الله يرحمه. اي نعم كانت مليان دركسيون وملهاش عادل ولا كاوتش انما هي جابت حاجه برضه. معلش بكره تيجي لك قضايا كتير وتختني ومن حسن حظك الناس زمامها باظت والبلاوي كترت يعني اطمن رزقك هيزيد. نوال وبعدين احنا مش عايزين نتكلم دلوقتي خليك فاكر احنا وقفنا لحد فين وبعدين نكمل. ايوه بس هتتاخر على القضيه. قضيه ايه؟ القضيه اللي كلمك عنها ابراهيم افندي. يا نهار اسود القضيه مش هتكمل الفطار؟ فطار مين؟ القضيه هتروح. ايه ده بتعملي ايه؟ جايه اودعك. انت بتدعيلي بالهدوم دي ما صحش. ما دام انت مقتنع ان انا كويسه ولا يهمك كلام الناس. ناس ايه؟ كلام الناس بطريقه دي بقى. حاجه ده كلام بصلحش كده ايش اطلعي فوق. طب اقول ايه بعدين يلا يلا يا بطل ايه يلا يا سعاده البيت يا سيدي بتبص على انت وهو يلا يا سيدي. بعدين ده ايه ده لو ما كانش دلوقتي ما ينفعش. احمد حبيبي. نعم ايه بس بتقول احمد حبيبي انت اسمك احمد حبيبي؟ لا لما هو لا بتقول لها نعم ليه؟ نعم ليه؟ انت احمد حبيبي؟ لا طب بتقول لا ليه؟ تقدر تقول لي ازاي هتيجي على الشقه وانت مش عارف عنوانها؟ هات دوس يا سعاده الباشا الراجل زمانه شنقوه في المحكمه. تخلص القضيه يا حبيبي وتيجي على طول. طب اتفضلي بقى على فوق ويا كذبه ليكي في وشي تاني يا سيدي. خلاص يلا يا عم يلا يا سيدي. عبد الشافي فيومي ممكن نتصاحب؟ لا يا عبد الشافي لا يا عبد الشافي يا فيومي مش ممكن نتصاحب. قلت ايه بقى؟ خساره. اعوذ بالله اول ما شاف مراتي عايز يصاحبني. عاجبك كده يا ابراهيم افندي؟ طمن يا معلم جاي باذن الله جاي باذن الله. الواد اخويا هيروح عوانطه يا ابراهيم افندي. يا معلم تماسك الله دي لعبتها انا بقى. الحمد لله الاستاذ وصل. مبروك يا استاذ. الله يبارك فيك يا ابراهيم. مبروك يا استاذ. مين ده؟ اخو المتهم. بسرعه يا بيه القضيه هتتندم. تتندم مين يا معلم؟ ده ما انتش جانب المحامي بتاعك ولا ايه؟
انا الاستاذ احمد نافع الابوري المحامي. ما تفهمه يا ابراهيم. فهمت وسعت بيك. شوف ما اقول لك، لحد النهارده بعوني الله ما فيش قضيه تتندي وانا مش موجود. ما تفهمه يا ابراهيم. فهمت وسعت بيك. ما فيش حكم يطلع من محكمه مش على مزاجي. الله ما تفهمه يا ابراهيم. يا بيه احنا ما قلناش حاجه، بس اصل يعني ما فيش يعني موكلني في قضيه يبقى تنام وتحطني بطنك تطيح خصيف. فهمه يا ابراهيم. فهمت وسعت بيك. ايه والبي زعل ولا ايه؟ صاير خد على خاطره منك شويه، من تلكيت وعجنت معاه ليه كده يا اخي؟ على فكره عاوز اقول لك حاجه. اصل سعاده البي احمد فلته من فلتات الطبيعه، لكن ممكن كل حاجه تمشي لو زودت شويه في مقدم الاتعاب. من اجل كل هذا يا حضرات القضاه، ومن اجل ما قدمته لهيئه المحكمه من ادله، اطالب بتوقيع اقصى عقوبه على المتهم. طالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم الذي اعتقد أنه طالما يعمل غزارا إنما يستطيع أن يذبح البشر كما يذبح البهائم. أشكر هيئة المحكمة. إبراهيم القضية عن إيه؟ الدفاع يا بطل. إبراهيم القضية عن إيه؟ بطل يا أوشاك. أحمد نافع الأبوري حاضر على المتهم يا فندم. اتفضل يا أستاذ. المتهم اللي لابس أزرق. حضرات القضاة، حضرات المستشارين، السيد المتهم، السادة الحاضرين، السيد إبراهيم الوكيل بتاعي. اللهم صل على النبي، الأستاذ لأجل بختك مركز أوي النهاردة. أيوة يا أستاذ. ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ وأي شيء يقال؟ وأي شيء يقال بعد كل ما قيل؟ وهل قول يقال مثل قول قيل قبل ذلك؟ كما قال الشاعر: رب قول قيل في قول خير من قول يقال أو لم يقال. الأستاذ فتح جامد قوي، ربنا يزيده. ده الأستاذ ده فصيح فصاحة. ثم دعوني أتساءل، هل كل قول يعتبر قول؟ ها؟ كلا 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 وألف كلا. فهناك قول وهناك قول آخر. أما بالنسبة لقضية اليوم التي نحن بصددها، فدعوني أتساءل بكل ما أوتيت من قوة، ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ ادخل يا أستاذ. أدخل فين يا فندم؟ ادخل في الموضوع يا أستاذ. إن شاء الله هدخل يا فندم، بس سيادتك عارف، سيادتك عارف يا فندم إن المقدمة الإيضاحية مطلوبة يا فندم. اللي بتقوله ما فيش ريحة الإيضاح يا أستاذ أحمد. طيب أعيد يا فندم من الأول علشان المحكمة تتابعني؟ ما فيش داعي يا أستاذ أحمد. الراجل متهم بقتل جاره والشهود موجودين. يا اخي الله يخيبك، ده انا بيوصى على سبع دار يا اخي. الله، ايه الكلام اللي بيقوله ده؟ كده تعمل كده برضه يا مفتري؟ تؤجل القضيه لجلسه باكر لسماع شهود الاثبات. والله يستحسن برضه يا فندم. Thank you.
بالظبط يا استقانن؟ احنا فوق اخر شقه عند السطوح. ومين في حيل يطلع السلالم دي كلها؟ يا خرابي، ده انا على ما اوصل فوق يكون الواحد اتهد حيله واتقطع نفسه زي ما حرارة التليفونات مقطوعة. يا مسهل لطفك يا رب. سلام عليكم يا استهانم. اكيد تعبان مش كده؟ هي فعلا السلالم بتاعتنا عاليه شويه. هي عاليه بقى يا استهانم. معلش اتفضل اقعد استريح. اقعد اقعد فين؟ ايوه صحيح، احنا ما عندناش كراسي، اصلنا مأجرين الشقه مفروشه من اول النهارده. ايه مفروشه؟ وهو فين فين الفرش ده؟ صاحب البيت هيجيب شوية حاجات واحنا هنجيب الباقي. تحب اجيب لك كوباية مية تبل رقك بيها؟ ربنا يسترك، ربنا يستر عرضك. هاتي لي شاف شاب. حاضر. شاف شاب. بس يا خسارة مفيش كوبايات. لكن اسمع، ممكن تغسل ايديك كويس وتشرب بيها من الحنفية على طول. حضرتك الأول متأكدة إن في حنفية وفيها مية؟ لا 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 اطمن، مش للدرجة دي. الحنفية قدامك إيه ولسه مالية منها الباز. مش معقولة. حط بقى التليفون ده في انا حته تاني. خليها هنا احسن، عشان ناوي اشتري حته موبيليا شيك واحط التليفون عليها. حاضر. ولا اقول لك احسن خليها هنا. هنا اهو. هنا اهو. حاضر. اسمع. ايه؟ خليها هنا احسن، بس طول السلك عشان يوصل الشقه كلها. الاستاذ احمد نافع الانبور المحامي. مين بينده على الاستاذ احمد المحامي؟ طلعوا فوق. فوق فين؟ اخر دور. حاضر. كويس انك جيت راكب توصيله التليفون دلوقتي. اشمعنى؟ عشان تدقه زي ما انت عايز، لان بعد كده هنراكب ورق الحيطان. ولا مؤاخذه حضرتك والبيه منقولين من بلد تانيه؟ منقولين ايه؟ ده احنا لسه متجوزين في شهر العسل. ربنا يسعدكم يا ست هانم. ميرسي. لكن حرام برضو تاخدوا شقه مفروشه، دي اكيد غالية. ما هو لو هنستنى لحد ما نقدر نجيب شقة فاضية هكون انا بقيت عانس وهو طلع على المعاش، يبقى بلاش نتجوز بقى. يا منادي من هاتك يا رب. ميرسي قوي. يا سلام على رقتك يا ماما. ايه؟ مش فاهمة. بيقول لحضرتك امضي بالاستلام. برضو مش فاهمة. بيسأل حضرتك يلزم خدمة تانية؟ فهمت. دقيقة واحدة يا حاج. متشكرة قوي. متشكرين. إذا عاوز ترد تاني ما تبعتلناش. من فضلك
من فضلك انت سيبني في حالي، مش ناقصك. انا بس عايز اسال الاسانسير شغال ولا لا. ولو كان شغال كان يبقى ده حالي ومنظري. لا 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 لا، انا مش عايز فلوس، انا مش عايز فلوس، بس انا سايق عليك النبي، لو التليفون ده عطل ما تبعتوليش. الراجل صحتي على قدي، عندي عيال عايز اربيهم. بكره صاحب البيت يصلح الاسانسير. صلح؟ بتصدقي الكلام ده برضو؟ الاسانسير بتاعك ده ما بيشتغلش الا في العطلات الرسميه. انا عارف البيت ده كويس قوي، عارف صاحبه كويس قوي قوي. السلام عليكم. السلام عليكم. تعالى بالشقه. لا ده انت لسه شباب وما يصحش كده. يلا قوم. زعلتك في حاجة؟ طبعا لا. حد قال لك ان انا عندي حاجة عليها القيمة هتورثيها من بعديها؟ برضو لا. امال عايزة تخلص عليها وتموتيني بدري ليه؟ اخفى عليك، ازاي تتهمني اتهام زي ده؟ انت فاهم يعني ان ما عنديش محامي يترافع عني؟ يا حبيبتي، المحامي اللي انت قصدك عليه ده بعد اسبوع واحد في الشقة هنا مش هيبقى في حالة رافع ولا اللازم منه. ما تكبرهاش بس امال. فيها ايه يعني لو كنا سكننا عند والدتي زي ما اتفقنا من الاول. حبيبي انا قريت في كتاب ان اهم حاجه بتوصل لمرحله الطلاق ان العرايس يسكنوا في بيت اهاليهم او يبتدوا حياتهم في بيت اهاليهم. الكلام بيكتر، امك قالت، لا امك انت اللي قالت، ويبصوا يلاقي نفسهم عند المأذون. اكيد اللي كتب الكلام ده ما سكنش فوق السطوح. اكيد يعني. أول مرة يرن في بيتنا يا حبيبي. ألو؟ أيوة يا حاج. كده؟ طب معلش ولا يهمك. مع السلامة. إيه في إيه؟ لا أبداً يا حبيبي، مفيش حاجة مهمة. ده صاحب البيت بيبارك لنا وبيتأسف إنه مش هيقدر يبعت أوضة النوم النهاردة. أمال هننام على الأرض؟ وإيه يعني؟ منها نشأنا وإليها نعود، وبعدين دي هتبقى ذكريات هنفتكرها في المستقبل ونضحك عليها. مش هنلحق نفتكر، لأننا هنكون انتقامنا للرفيق الأعلى بسبب الروماتيزم اللي موجود في الشقة. آه، روماتيزم إيه كفر للشر يا حبيبي؟ يعني ما أنت شايف الإزاز المكسور؟ ده غير الهوا اللي هيلعب من تحت اللباس. ده الجو جميل قوي يا حبيبي الليلة دي. جميل إيه ده؟ إحنا في يناير يا ست هاني. ما تخافش، أنا سمعت النشرة الجوية بنفسي في الراديو، وبيقولوا إن الجو النهاردة دافئ ممتع خالي من الرياح. وبتصدقي كلامهم برضو؟
من فضلك تستناني 5 دقايق بالظبط. حاضر يا هاني. لسه متضايق؟ هفرع. طب خد اكسر دي. ليه؟ اكسرها بس دلوقتي حالا هتستريح، اصلها حالة نفسية. لا شيخ، يعني كل ما بعصب رح مكسر اي حاجة قدامي. طوالي. وانت لما هتتنرفز انت كمان هكسر اي حاجة قدامك؟ طبعا. الحمد لله ما سكناش عند امي. اهلا اهلا يا ماما. اهلا. اتفضلي اتفضلي تعالي استريحي. اتفضلي اتفضلي. اقعدي يا ماما هنا. اتفضلي اتفضلي اقعدي. ميرسي قوي يا ماما على الورد. يلا يا حبيبي انزل هات ايدك الكازوزه لماما من تحت. ايوه بس بسرعه. لا 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 مش عايزه. بتقولك مش عايزه ودي تيجي برضو. يلا يا حماده. اذا كان صاحبك الشقل نفسها بتقولك مش عايزه. مش كده وزفت الزعوم. اكيد تعبتي مش كده؟ ايه يا بنتي مش تقولي انك ساكنه في البرج؟ وانا لقيت غير كده يا ماما وقلت لا وما سكنتش. امال امال فين العفش؟ صاحب البيت قال هيبعت اوضه النوم بكره واحنا هنكمل الباقي. بكره؟ ودي شقه دي يضيف فيها 60 جنيه؟ اوعى تقول الكلام ده لاحمد لحسن ده على الاخر. طبعا انا فهمته انها ب 25 جنيه بس وحضرتك هتكملي وهتدفعي كل شهر زي ما اتفقنا يا ماما. ها وايه بقى سلم المطافي ده؟ مطافي ايه يا ماما؟ دي بتوصل على السطوح. على السطوح؟ عن طريق شقتكم؟ وفيها ايه يعني؟ اعتبريها ديكور. المره الجايه لما تيجي تزورينا مش هتعرفي الشقه من حلاوتها. انا هو انا فيا صحه عشان اجي لكم هنا تاني؟ عن اذنك يا اختي انا ماشيه. ايه يا ماما مش معقوله رايحه فين؟ اصل التاكسي استنيني تحت. يبقى مش ما كنتيش جايه عشان خالتك تعبانه شويه قلت اروح اشوفها وفوت ابارك لك على الشقه. ما كنتش عارفه المصيبه اللي انت عايشه فيها دي. فبتتعشي معانا بكره؟ انا اتعشى معاكم اطلع السلم ده تاني. وحياتك يا ماما. سلام عليكم. عشان خاطري يا ماما. حاضر عشان خاطرك. عشان خاطرك انا يا الاثنين. حاضر ما تنسيش يا ماما. حاضر مع السلامه. الله يسلمك يا حبيبتي. عندك كده لسه برضه مصدقه مصلحه الارصاد؟ الحقيقه مالهمش حق يخدعونا بالشكل ده. هما اللي بيخدعونا ولا احنا اللي بنخدع روحنا؟ حبيبي ده سيني. مش لما داب في روحي الاول؟ اخسى عليك خدني في حضنك. ما كنتش عارف ان البرد له فوايد لذيذه كده. وانت لسه شفت حاجه؟ لقيت فوايده حبين الصبح لما نقوم من النوم نلاقي ظهرنا متاني ورجلينا مكلبشه ببعض. روماتيزم بقى. وبدل ما نروح على المحكمه ينقلونا على المستشفى. طب نام وانت ساكت ما تبوظش الجو الرومانتيكي اللي انا عاملاه لك ده. ايه مالك يا حبيبي؟ الرطوبه ابتدت تخرج من فصلي. طب اسمع انا عندي فكرة جنان. الحقيقة حبيبتي افكاري كلها بنمزي الان. ايه رأيك نقوم نخرج نتفسح؟ نتفسح؟ انت عارف الساعة كام دلوقتي؟ وايه يعني بيقولوا ان في محلات بتسهر للصبح. الصبح اللي انت بتقولي عليه ده لازم اروح فيه المحكمة ولازم اكون فايق ومستريح علشان اعرف اترافع عن الناس والله قدام القاضي زي التروبش. ومين هيفسحني غيرك يا حبيبي؟ يا حبيبتي انت ليكي يوم واحد في الاسبوع تتفسحي فيه زي ما انت عايزه. بقيه الايام البرنامج هيكون كالاتي: هرجع من المحكمه اتغدى وانام ساعتين، بعد كده انزل اروح المكتب اقابل العملاء، ارجع من المكتب ادرس القرار، ثم اشرب اللبن، ثم انام في هدوء. جواز تقليدي يعني. هو الجواز كمان حطوه على درجات؟
ايه ده يا حبيبي؟ ايه؟ الله حد بيفتح الباب. مصيبة اللي هيكون حرامي. ده يبقى احمر قوي لو جه هنا. طب قوم شوفي ايه؟ يا حبيبتي انا لغاية دلوقتي موافق على كل حاجة. انما توصل لحد ان انا اواجه حرامي وجها لوجه انا اسف، ده مش من طبيعتي ولا من اخلاقي. قوم بلاش كسل، الزوبعة خلصت. يا تقومي تقابليه انت يا تنامي وتسكتي. اسكت ازاي؟ لا اقوم طبعا. صاحب الشقة دي ده احنا اللي ساكنين فيها. الله، هي سكنت من النهاردة وما تقربش لحسن حضرة في المليان. لا مليان ولا فاضي يا ست هانم. الموضوع ما الموضوع ما فيه ان احنا جيران. ايه؟ اصل انا مأجر البدروم بتاع العمارة مفروش، مأجره من صاحب الملك، واتأخرت في دفع الإيجار، فالراجل من بجحته قفل البدروم ومنعني اخش انام فيه. شوفي قله الحياه. ايوه بس البدروم اللي بتتكلم عنه ده يبقى تحت وانت دلوقتي فوق على السطوح. يا ماما انا متعود اطلع هنا كل يوم استخدم السلالم دي ابقى على السطوح على طول. وبعدين؟ وبعدين انزل على سلالم الخدامين ابقى تحت من شباك المطبخ المكسور بتاع البدروم انط ابقى جوه ونام ولا من شايف ولا من ديري، والصبح نفس الحدود. يا حرام، اتفضل. يرسي اعمل لحضرتك قهوة. لا يا ماما متشكر. يا مرجعتش ما عندناش لا بن ولا مية. بتتكلم حتى الحرامة ضربت معاه الصحوبية. هنعمل ايه يا استهانم؟ اصحاب البيوت ما بقاش في قلوبهم رحمة. فعلا خصوصا صاحب البيت بتاعنا. تصور ما اجر لنا الشقة دي بستين جنيه في الشهر. يا ساتر يا رب. احمد بيدفع 25 وماما بتدفع الباقي. احمد مين؟ احمد جوزي. وستك متجوزة؟ ولسه عرفان جداد. ألف مبروك يا هانم. اسمحي لي أقدم نفسي، عبد السلام الدمنطوري. نوال مختار. وبالمناسبة دي أرجوك تقبلي عزومتي أنت والبي على العشاء بكرة بالليل. بلاش بكرة عشان ماما جاية عندنا. وماله؟ ده أنا هكون سعيد جدا لو ماما شرفت معاكم. مش عارفة. نعم تكسفنيش. ما تكسفنيش، خصوصا إن إحنا جيران. لحسن بعدين أنكسف أعدي من عندكم تاني مرة. يا خبر، حضرتك تعدي في أي وقت. خلاص، لازم تقبلي العزومة. خلاص اتفقنا. ميرسي. انا هستناكم الساعه 8 في القصر بتاعي. قصر ايه؟ ما انا مسمي البدروم بتاع القصر. تصبح على خير. وانت من قلبي. من حق. ايه؟ انا هحاول بعد كده اجي بدري علشان ما اقلقكوش وانتوا نايمين. براحتك مش مهم. اصيله يا نوال هانم اصيله. مع السلامة. انت وقفت تستهري مع الحرامي؟ ده مش حرامي يا حبيبي، ده الأستاذ عبد السلام. الأستاذ عبد السلام؟ أيوه. الأستاذ عبد السلام مين؟ الدمنهوري. الدمنهوري؟ عبد السلام الدمنهوري كمان؟ الدمنهوري مين؟ ده اللي في البدروم. اللي في البدروم؟ وإيه اللي جابه في السطح؟ صاحب البيت مش راضي يدخله لأن في أجرة متأخرة عليه. والراجل متعود من زمان ينط من شقتنا على سلم الخادم. على المطبخ البدرون على جوه ينام، لا من شاف ولا من دير. ايوه يرد زي ما هو عايز زمان، لكن دلوقتي دي شقه متقدر فيها سكان، القانون يمنع اي تصرف بالشكل ده. لازم اساعده وانصره على جشع صاحب البيت. تقوم تخليه يعمل شقتنا كوبري. الناس لبعضيها،
النهارده احنا نساعده وننططه من فوق لتحت. جايز بكره نتعذر ولا ندفعش الاجره ينططنا هو من تحت لفوق. والواحد برضه لازم يبص لقدام يا حبيبي. دفاعي حضرات القضاء ان هذا المتهم الواقف امامكم ايه ده يا استاذ احمد؟ لا مؤاخذه يا فندم اصل يعني امبارح تضيعوا في ماذا اقول والنهارده تضيعوا في البرد والانفلونزا. اصل يا سعاده الدين يعني الازاز مكسور يا فندم. الازاز يا فندم الازاز مكسور والاوضه اصلها بهواء. هو دخل يا فندم وقعد واستريح. استريح قوي يا فندم. ايه ده البرد؟ لا يا فندم عبد السلام انت مجهولي يا استاذ. ركز في القضيه اللي قدامك. اقعد استريح على مسألة الشاهد الاول. نادي على الشاهد الاول. عبد الفتاح سليمان المنشاوي. قول والله العظيم اقول الحق ولا شيء غير الحق. والله العظيم اقول الحق. رفعت الجلسه. يستحسن برضه يا فندم. متشكره قوي. مع السلامه. استثمار كبيرة قوي. حكم بيتكلم بالسبعة تولسون. هايل. بقاله 12 سنة متجوزين والحمد لله عايشين على العين. عمرنا ما اتخانقنا مع بعض. أكيد راجل عظيم. لكن الرك برضه على الست. والمثل بيقول ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه. ما تستقليش بالكلام ده. هي صحيح أمثال شعبية لكن ليها معنى كبير وبتنفع. ماما دايما تقول لي كده. طب والست هتعود جوزها على ايه؟ حاجات كتير يا حبيبتي. يعني مثلا الكلمة في البيت لازم تبقى كلمتك. هم عليهم الشغل وبس، واحنا علينا الإدارة الداخلية
والعلاقات العامة. حلو قوي حكاية الإدارة الداخلية والعلاقات العامة دي. وكمان مصروف البيت لازم يبقى في إيدك، تصرفي اللي تصرفيه وتتكني اللي تتكنيه. بس متهيألي ما يصحش الواحدة تعامل جوزها بالشكل ده. ده يصح ونص يا حبيبتي، هو حد ضامن الزمن اليومين دول؟ ألعاب الرجالة بقت كتير قوي. بيني وبينك كده، في نوع من الرجالة لما القرش يجري في ايدهم ينقلبوا ويفتروا. أيوة على رأي المثل، يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربات. ماما دايما كانت تقول كده. مامتك دي باين عليها لذيذة قوي. العقول مع الطلاق يعني حاجة؟ أبدا، أنا يا دوب كنت حبك عشان الغدا. يا أختي سيبك سيبك سيبك، الوقت قدامنا طويل، أنا إحنا عايزين نتسلر مع بعض. على رأيي طول عمرنا بنطبخ للرجالة، خدنا منهم إيه؟ بس ده كتير قوي يا معلم. حد رد ايه الجو؟ لو هو كان جاب ساوي يا سعاده البيت كان معاكم على ابويا عيشه، كان بيظبط مراته على مرات اخويا. قول لي بقى ده ما كتبش؟ لا يا معلم، كان اتدابوا عليه وريح روحه يعني. الله 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 الله، مريم سيد انت معانا ولا معانا؟ ايوه ابراهيم، الجلسة معانا. سعد بيه القاضي أجل الجلسة لغاية بكرة، يظهر خد برد وراها. طب ابعد عني استبتعديني. وعشان حبك يفضل مكلبش دايما في قلبه، حسيتيه دايما من وقت للتاني إن ده بيعكسك، ده بيغزلك، يوم يحس دايما بقيمتك ويلبس تحت رجليك. جبتي الحاجات دي كلها منين يا ست هنيات؟ ده انت ممكن تعملي كتاب عن السعاده الزوجيه. هو انت لسه سمعتي حاجه؟ الحمد لله على السلامه يا حبيبي. عنايات حين مجارتنا. اهلا وسهلا. الف مبروك يا عريس. سلامتك يا حبيبي. انت عيان ولا ايه؟ شويه. ادخل استريح. تعالي. تعالي هنا، ما تدلقيش عليه قوي كده يا اختي، احسن بعدين يسوق فيها وما تعرفيش تاخدي منه لا حق ولا باطل بعد كده. بس ده عيان بجد. وماله يا حبيبتي، الست مننا لازم تداري على عواطفها شويه، احسن. يا لهوي يا لهوي على الرجاله لما يعرفوا ان احنا سواهم واقعين. معقول برضه؟ طب امشي انا بقى احسن من التعجيل. مع السلامه يا حبيبتي. الله يسلمك. لحقت الصاحب على الجيران وجيران الجيران، استاذ عبد السلام بالليل والست عناب بتاعتك دي بالنهار. على فكره الاستاذ عبد السلام عازمنا على العشاء الليله دي، ما تنساش. انت مش بتقولي مامتك معزومه النهارده عندنا على العشاء؟ ما هي مامتي كمان معزومه معانا عند الاستاذ عبد السلام. هو يعرفها منين بس عشان يعزمها على العشاء؟ وبعدين يا حبيبي انت عيان وعندك برد ما تتكلمش. بصراحه بقى انا راجل البيت ولازم اقول رايي. وانا مسؤوله عن الاداره الداخليه في البيت والعلاقات العامه، وبما ان عبد السلام افندي جارنا يبقى تابع للاداره الداخليه والعلاقات العامه. بتقولي ايه؟ انت متجوزه عريس قطاع عام؟ يعني يرضيك اطلع عيله في كلامي قدام الراجل؟ نهايته من هنا لغايه بالليل ربنا يحلها. بتبصي لي كده ليه؟ ايه في ايه؟ اصلك بقالك مده ما عطستش. والله انا حر بقى، اعطس وقت ما انا عايز. تلاقيك بتتمرد عشان تعرف عواطفي، انا فاهمه العيب الرجاله كويس. انت جبت الكلام ده من ايه؟ دي ثقافه عامه، ولا انت فاهم بس ان المحاميين هم اللي مخهم كبير؟ بقول لك ايه؟ احسن حاجه تحضري لي الغدا، احسن هموت من الجوع. احمد حبيبي، انا متاسفه قوي، ما لحقتش اطبخ. ايه؟ ما لحقتش اطبخ. ما لحقتش تطبخي؟ الست عناد جارتنا اللي شفتها جت من الصبح، وقبل منها الناس اللي جابوا العفش، عشان كده ما قدرتش اعمل حاجه. مش انا قايل لك ان انا لازم انام بعد ما اتغدى وبعد كده بعد ما اتغدى اروح المكتب انام ساعتين؟ لازم انام ساعتين، وبعد ما انام ساعتين اجي من المكتب ادرس القضايا واشرب اللبن وانام في هدوء. مش احنا متفقين على كده؟ انزل هات اي حاجه جاهزه وتكون خفيفه. انزل انزل السلالم دي كلها، هو انا لو نزلت هيبقى ليا نفسي اكل خفيف ولا ايه؟ فين ايام ما كنت ساكن معاك يا اما؟ قصدك ايه بقى من الكلام ده بقى؟ 100 مره قلت لك ما تخرجيش من غير اذني. انا كنت جوه البيت مش بره. مش عايز كلام. امرك، اروح في خالك الغدا. تعالي هنا.
فاضل كم جنيه اللي سبتهولك الصبح؟ 15 قرش. وفاضل 10 مساء مصروف امبارح. ايوه يبقوا ربع جنيه اهو. خدي عليه ربع جنيه كمان وده مصروف بكره، فاهمه؟ وهو النص جنيه ده هيكفي؟ اتصرفي، ماليش دعوه. امرك. وعشان حبك يفضل مكلبش دايما في قلبه، حسيتيه دايما من وقت للتاني ان ده بيعكسك، ده بيغزلك، يوم يحس دايما بقيمتك ويلبس تحت رجليك. تصور يا حبيبي، العمال اللي جابوا العفش النهارده كان معاهم مهندس ديكور، بيقولوا ان بيكسب كتير قوي، يمكن 500 جنيه في الشهر. ربنا سهل اللي عليه، هتقعد تقضي على العالم. ومن ساعه ما شافني تصور قعد يبص لي ويقول لي يا بخت احمد بيه، يا حظ احمد بيه، ما عندكيش اختي يا نوال هانم اتجوزها واديها مالي وعمري كله. وازاي تسيب راجل غريب خطط معاكي بالطريقه دي؟ اعمل ايه اذا كنت حلوه والناس معجبه بيا؟ ثم ان الراجل ما قالش غير كلام ظريف. المفروض انا بس اللي اقول لك الكلام ده يا ست هانم. طب ما هو انت يا حبيبي بقالك يومين من ساعه ما سكننا في الشقه دي ما بتقولش حاجه. الشقه دي مخليه فيها نفس عشان اقول اللي مدلل ده. دي ولاعه يا حبيبي. طب ده ليه كده؟ زي بطلة فيلم قتلت زوجي. قتلت زوجي؟ اه. يطلع ايه قتلت زوجي ده؟ مش فاكر، ده الفيلم الاجنبي اللي شفناه مع بعض واحنا مخطوبين. كمان هنقلد بتوع السينما؟ اكيد ماما. افرد دول ودول ولا تبينش زعل وعكننا من فضلك. طيب. على مهلك. ايه اللي بتعمله ده يا حبيبي؟ هي كانت بتلعب ماتش بوكس؟ السلالم بتاعتك انيل من 60 بوكس، صح يا حماتي؟ ايوه. اسمعي يا بنتي، انا مش هقدر اجيلكوا هنا تاني ابدا، انا مش بايعه عمري. بعد الشر عليكي يا ماما. ويعني انا اللي بايعه؟ الله، تلاقيه كده ليه؟ احنا مش هنتعشى هنا. لا، احنا هنتعشى بره. ولما احنا هنتعشى بره، مش كنت استناكوا تحت؟ لازمته ايه اطلع لكم لحد فوق؟ لا، ما هو بره يا حماتي بتاع نوال هانم لازم تطلعي له فوق الاول اللي هو هنا، بعد ما تطلعي هنا اللي هو فوق الاول لازم تطلعي فوق تاني، بعد ما تطلعي فوق تاني يا حماتي هتلاقي فوق سور، تمشي من على السور زي بتوع السيرك، وبعد كده تنزلي، بعد ما تنزلي اذا كتبت لك ولنا النجاه نروح كلنا ناطين فوق. الله، مالك يا احمد؟ انت عيان؟ ولا عيان ولا حاجه، حضرتك بتساليني وانا بوصف. اصلنا معزومين كلنا عند الاستاذ عبد السلام. عبد السلام مين يا احمد؟ اساليها هي يا حماتي، لان ده موضوع يتبع الاداره الداخليه والعلاقات العامه. انا هنا مسؤول عن وزاره الماليه، وطبعا ما صحش الوزارات تتداخل في امر بعضيها. انتوا مالكوا يا اولاد؟ تتكلموا بالالغاز كده ليه؟ يلا بينا نبتدي الرحله وبعدين هتعرفي كل حاجه. سترك، سترك من الفضائح، سترك. يلا بينا. راح فين يا حماد؟ الله، مش بتقولوا هنخرج؟ ايوه، ما احنا هنخرج، بس مش هنخرج من هنا. امال من ايه؟ هنخرج من هنا. من هنا؟ لا، انا مش فاهمه حاجه ابدا. يلا يلا بس يا ماما، هتعملوا ايه بس؟ فهموني، اعملوا معروف. وطي صوتك يا ماما. وطي صوتي ليه واحنا بنسرق؟ اصل احنا مش عايزين حد يعرف ان هو فوق. اه تحت، فوق تحت يعني. الله، هو مين بس اللي فوق وتحت ده؟ عبد السلام انت مجهول. مش معقول، انا مش ممكن اخلع ده ابدا. مش ممكن. انت بقى حد دماغي، لان في هنا مصابيح. اه بس عايز It's nice to need to go with the moon. There is better and a deep arrow. If I only be dead. من الهاتف الداعي؟ احنا يا استاذ عبد السلام. اهلا 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 اهلا، يا الف اهلا ومليون سهلا بعرايتنا الحلوين. اهلا اهلا بيك. ما شاء الله ما شاء الله. احمد جوزي. منور يا احمد بيه. فوزيه هانم ماما.
مش ممكن. صدقيني بشرفي لولا ثقتي في كلامك لقلت انها اختك، ولولا خايف انك تزعلي لقلت انها اختك الصغيره كمان. ميرسي قوي يا استاذ عبد السلام. يا هانم لا شكر على كلمه الحق، وصدقيني لولا خجلي وكسوفي لقلت اضعاف اللي قلته. اه يا منافق يا ابن ال... تفضل. القصر نور والله. ايه لو سمحت؟ القصر ما هو مش مهم انك تكون عايش في بدروم او في عشه او فوق سطوح، المهم انك تكون راضي وسعيد بحياتك، وانا شخصيا بعتبر البدروم ده قصر. راي حضرتك فيه فلسفه كلها قناعه ورضا، مش موجوده عند ناس كتير. انما مش عايزين تلقيح لو سمحت. ايه التبلوحات دي كلها؟ الله، دي عليها توقيعك يا استاذ عبد السلام. اللوحه دي يا فندم اسمها انهم ياكلون البنجر على السلالم. اصلا فنان متواضع. برافو، تعرف اول ما شفتك قلبي كان حاسس انك فنان عظيم مش انسان عادي. ارجوك يا نوال هاني، احسن بحس بالخجل من اي سناء او اطراء. حتى شوفي لون جلدي اتغير ازاي. يا عم تلاقيه متغير من الروماتيزم اللي في البدرون. ظريف قوي يا احمد بيه، انما ايه رايك في لوحاتي؟ هو الحقيقه استاذ عبد السلام يعني فيها تقلي فيها حاجه. دي بقى يا استاذ عبد السلام حضرتك راسمها بالقشه ولا فرشه بلاط وخالف معجون؟ احمد ايه ده؟ مش هقول رايي بصراحه ولا ابدا بخش النار يعني. ده اسم حديثي حديد، كل واحد يبص له ويتخيل معناه. وايه رايي معاليكي؟ في الحقيقه يا استاذ عبد السلام انا ملياش في الرسم، انما يعني واضح انها كلها حاجات جميله. حلوه دي. حلوه الولاعه دي قوي. اسمحي لي اولع. ولع. لو سمحت بقى يا استاذ عبد السلام، اللوحه دي عشان دي قلقاني من اول ما دخلت الحقيقه. دي سيادتك كنت بترسم ايه بالظبط؟ مقلب زباله؟ لا يا استاذ احمد، دي صورة الانسان المعاصر وصراعه مع الايام. عايز اقول فيها ان الزمن لا يمكن يؤثر على شباب الانسان اذا كان عنده اراده. يا سلام يا سلام. طب ده معقول؟ يعني هجيب واحد عنده 50 سنة زي واحد عنده 30 سنة؟ ممكن جدا، المهم انه يعرف ازاي يعيش عمره. انا مثلا ضارب الدنيا 90 برطوشة، بس اهم حاجة عندي ان انام بالليل مرتاح، واي مشكلة تقابلني بريك ارميها ورا قفايا. ورا قفايا. ده على كده بقى قفا حضرتك مليان بلاوي. تعرف اللي سيادتك قلته ده ينفع موضوع للوحة عظيمة جميلة؟ الله، راجل واقف وورا قفاه بلاوي الزمن. عارفه يا هانم بطل اللوحه ده يبقى مين؟ الراجل اللي واقف طبعا. البطل الحقيقي للوحه هو القفا. ده احنا ليلتنا فلالي بيزل. عن اذنكم راجع على طول. هو راح فين؟ تلاقيه راح يدور على قفا عشان يرسمه. مش كده يا حبيبي، خف على الراجل شويه. انا قلت حاجه؟ يعني نوال بتقصد ان حكايه القفا دي ما كانش يصح انها تتقال. لو انا جبت حاجه من عندي مش هو اللي دخل موضوع القفا من عنده؟ اتفضل. ايه ده؟ خمره؟ لا، خمره ايه؟ ده مشروب ياباني انا بعمله بنفسي وسميته سوزوكي. يا عم لا سوزوكي ولا داتسون، احنا ما بنشربش خمر. ده مجرد مشروب منعش. بقول لك ايه، عايز تجيب حاجه ساعه؟ هات. مش عايز يا عم، متشكرين. ادو انا الياباني ده. ايه ده؟ هتشربي سوزوكي؟ وفيها ايه يا حبيبي، الواحد لازم يجرب كل حاجه. الله، ده لذيذ قوي يا حماده، جرب كده. لا 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 يتشرك اهو. ايه
ايه رايك يا حبيبي؟ لذيذ مش كده؟ ايه ده يا استاذ عبد السلام؟ ورنيش في الاول بس كده، انما بعدين تبقى اتفضل يا حان. لا خليني انا الكزوزه. الكزوزه والعشاء هناخدهم في احسن مطعم في البلد، انا حجزت فيه لنادي لاحلى عروسه والاجمل والارق حما في مصر كلها. مطعم ده ايه؟ هو احنا مش هنتعشى هنا في القصر ده ولا ايه؟ وده معقول برضه يعني؟ لسه هنطلع السلالم دي تاني وبعد كده ننزل. وبعدين معاك يا حبيبي، خليك رياضي مار. اسمح يا هانم تجبري بخاطري وتاخدي شفطه واحده من السوزوكي بتاعي. انا قلت لحضرتك خليني للكازوزه. شفطه واحده يا هانم هتخليكي ما تحسيش بالسلالم لا في الطالع ولا في النازل. ان كان كده اخد شفطتين ثلاثه. لا عبد السلام ايه، وحشتنا قوي قوي. ان شاء الله بنشوفك. انا عبد السلام وبيت ربي يزيد حضرتك خير. ميرسي مدام. اتفضل. يزهر حضرتك معروف قوي هنا. نص عمري قضيته هنا، اما النص الثاني بقى فقضيته هنا. ممكن اولع لو سمحت. هو مش حضرتك متجوز برضه ولا انت ايه حكايتك بالظبط؟ فهمني يعني. كنت متجوز وتوفت من 15 سنه، ورفضت كل الستات اللي تقدموا لي اللي جم يخطبوني، ومن يوميها وانا عايش على ذكرى ايامها الحلوه الجميله. ونعم الوفاء يا استاذ عبد السلام. ميرسي يا هانم. ماما كمان ما رضيتش تتجوز من يوم ما بابا توفى وانا صغيره، وعاشت علشان العمر ده كله. ونعم الوفاء يا هانم. ميرسي. بس انا مش موافقه على كده، خصوصا بعد ما اتجوزت وهي فضلت لوحدها. وبعدين معاك يا نوال مش وقت. الاستاذ عبد السلام ما بقاش غريب علينا. غريب؟ غريب ده ايه؟ انا بقيت من العيله خلاص. هو انت بقيت من العيله وبس؟ انت بقيت العيله كلها. ممكن اولع؟ انت ايه حكايتك بالظبط؟ انت كل شويه هتقعد تولع لي سجاره تطفيها؟ هي كان السبيل بصراحة بقى، دي حركة مش هاي. أصل في واحد صاحبي في وزارة الصحة قال لي يا عبد السلام يا أخويا الوزارة تحذرك من أضرار التدخين. تلاقيني من وقتها أولع السيجارة ولا شدش. شد ما تشدش، دي صحتك وأنت حر فيها، إنما تجيب لك علبة كبريت تحطها في إيه؟ كبريت إيه يا أحمد بيه؟ الجار من الجار. أولع. الله الله على الميوزك. انتوا مش ناويين ترقصوا ولا ايه؟ لا احنا بنرقص واحنا قاعدين. اسمحي لي بالرقص دي. انا متاسفه يا استاذ عبد السلام، انا ما بعرفش ارقص. ارقص انا. هلا هلا فيها. ابا
لا 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 اتكل كده على طول كراها. اهي دي بقى مزيكا هاديه. بس انا اصلي ماليش في ال ارجوكي اجبري بخاطر راجل وحيد زي حالاتي، خليني احس اني لسه عايش. بس يعني قومي بقى يا ماما. المرة الجاية حرص معايا انا بقى. مش معقولة، أنا حاسس إن بين إيديا غزال حلو جميل، بيت مخطر على أرض خضرة لونها بلون الجنة. أرجوك يا أستاذ عبد السلام لا تسلم، أنا ما سمحتش الكلام ده من أيام المرحوم جوزي. وأنا وحياتك يا هانم وحياتك من أيام المرحومة مراتي ما قلتوش. أكيد مراتك كانت سعيدة معك لأنك إنسان لطيف. وأكيد المرحوم جوزك كان سعيد معاكي لأنك ست عظيمة. هم نازلين دش مع بعض بيقولوا إيه؟ إيه رأيك؟ نقوم نرقص وندش زيهم؟ معرفش، ما تعودش على الرقص من صغري. يا خسارة، وأنا اللي كنت فاكرة بعد الجواز هرقص وأتنطط وأخرج زي ما أنا عايزة. في حما جوزي الهواء متنوان. ايه في ايه؟ السوزوكي اشتغل. الراجل جاي من البيت وامها. يا اخوانا اللي بتعملوه ده غلط. يا راجل فرفش واضحك، هات ايدك وتعالى ارقص معانا. هات، انا محامي محترم واعرف القانون، اللي بتعملوه ده مخالف للانضباط. يا سيد يا محترم، دي حديقة عامة. والحديقة العامة معمولة عشان الناس تتبسط. ليه؟ ما انت كمان يا حماد يا عمت على عماهم. انا مش قادر افهم انت مكشر ومبوز ليه. اضحك للدنيا خلي الدنيا تضحك لك. امال انت متجوز ليه يا اخي؟ انا شخصيا متجوز علشان استقر في حياتي وخلف لي عيلين يا سيدي ينفعوني لما اكبر. وانا شخصيا متجوزه عشان ارقص واغني وافرح، مش عشان اشيل هم. فرحانه قوي بالبتاع اللي انت لابسها. ايه لا ولا اللي انت لابسها دي؟ وما قلتليش لا قبل الجواز انك انت بتلبسها ولا عاد. وبعدين معاكم يا ولاد، هو ده وقته؟ غني يا استاذ عبد السلام غني. وانا كنت بغني بقول ايه؟ ليله جميله يا محلاها فاتت وعمري ما حنساها. خليها تفوت ولا يهمك، انا حاسس ان كل ليالينا هتبقى سعيده بالشكل ده. ليله جميله يا محلاها. يا عم بطل غنى وخلينا نروح الست ونروح انا كمان، الدنيا برادت. تاكسي هناك اهو. اغبيلة استاذ احمد، نصيحه مني. يا عم اطلع من نفوخي بقى. اطلع من نفوخك ازاي وانا ايه اللي دخلني نفوخك عشان اطلع منه؟ لا اسف، انا قصدي يعني اطلع من البتاع دي عشان بيقفلوا البتاع بعد الساعه، ما بكون بعد البتاع على طول. لك حق، الوقت متاخر، ناجل الكلام اللي بعدين.
انا مش قادر افهم انت متضايق ليه. انا مش متضايق. امال تعبان وبتنهج ليه؟ بنهج. هي السلالم دي شويه. سلالم؟ امال عبد السلام افندي ما بينهجش ليه؟ عبد السلام افندي متربي على السمن البلدي. ايام ما كان الرطل بقى شساخ وال500 بيضه ببلاش، العماره كانت ب 6 جنيه. انا بقى متربي على السمن الهولندي والنباتي. انا لو كنت اعرف ان انا هتجوز اسكن في شقه زي دي كنت وصيت امي تهتم بيا من صغري، لكن اعمل ايه؟ القدر عايز كده بقى. معلش يا حبيبي، بكره اجيب لك شويه فيتامينات. مش عايز زفت. امال عايز ايه؟ انا. طب يلا ننام. كل واحد ينام في حاله، واضح؟ ايوه، اعمل لي فيها عيان بقى. في ده وده ودول كمان. انهي واحد فيهم كويس؟ كلهم كويسين. خلاص هاتهم كلهم. متاسفه حضرتك، ما فيش حاجه. حضرتك ساكنه هنا؟ ايوه حضرتك. برضه ساكنه هنا. غريبه، ما مش شفتيش قبل كده ليه؟ اصلنا سكان جداد، يا دوب بقالنا كام يوم واخدين الشقه اللي فوق خالص. يا الله يكون في عونك. بيقولوا صاحب البيت هيشغل الاسانسير قريب. بقاله سنين بيقول الكلام ده. والسكان ما بيشتكوش؟ كل واحد مشغول وبيتكل على التاني. هي دي مشكلتنا، لكن انا جودي محامي، هخليه يرفع قضيه. صحيح محامي؟ محامي قد الدنيا، كل المحاكم بتعمل له حساب. يمكن احتاجه قريب في قضيه. تحت امرك في اي وقت وبدون اتعاب. ميرسي. وده معقول؟ طبعا، احنا جيران والجار للجار. طب اتفضلي خدي معايا فنجان شاي. معلش خليها وقت تاني. على الاقل تستريحي من السلم، ولا انت ما بتحبيش تختلطي بجيرانك؟ وده معقوله؟ حد برضه يستغنى عن جيرانه؟ اتفضلي. الرقص فني جميل، بس في ناس كتير بتظلمه بتصرفاتها. ما دام انت مقتنعه انك صح وماشيه صح ولا يهمك. اتفضلي يا بنتي. وبتشتغلي فين؟ في الهيلتون. تعرفي ان جسمك حلو ينفع في الرقص؟ انا؟ مش معقول، ده انا معرفش اعمل ولا حركه من اللي انتوا بتعملوه. يا ستي كله بالتمرين. بتتكلمي جد؟ يوم ما تنوي خليها عليا انا، اشغلك ومرنك في اسبوع. صباح الخير. صباح النور. انا جارتك ساكنه هنا في العماره. اهلا وسهلا. انا مكسوفه من حضرتك جدا، وخصوصا دي اول مره نتعرف على بعض فيها. لا ابدا، دي فرصه سعيده قوي. اصل البوتاجاز بتاعي خلص، وكلمت المخزن 100 مره قالوا ما عندناش انابيب، ولطفي جوزي عامل عزومه لناس اصحابه، قلت اجي اطبخ على البوتاجاز بتاعك هنا. اهلا وسهلا، براحتك. السام يا ريت. انزلي من النار يا ستي. طب انزلي جاري هات السام. هو انا فيا حل السلم يا ستي؟ الاقي عند حضرتك معلقه سمنه؟ طب انزلي جاريه هات البصل والثوم. انا تعبت قوي بقى يا ستي. اخ منك. بقول لحضرتك ايه؟ ايوه. بلاقيش عندك شويه بصل وثوم؟ حاضر. يا دي الكسوف، كده من اول مره اخد من حضرتك البصل والثوم. بسيطه، ما حصلش حاجه. وانا متجامله وزي السكر. جبت يا بنت اللحمه؟ يا دي الحوسه، ده انا نسيت اقول لك ان ثلاجتنا فاضيه، والنهارده الاثنين مفيش لحمه. انا عندي هنا كيلو ونص تحت امرك. يا دي الكسوف، كده أول مرة واخد منك اللحمة، لكن وحياتك أول ما يفتح الجزار لنا ردهم لك.
انا حتى ما بحبش السلف، ما بحبوش، ما بطقوش، ما بستلطفوش. مؤاخذة يا أستاذ. لا معلش، جت سليمة مغلبني والناس. هو حضرتك عايز شقة المكان؟ أنا مش عايز شقة، أنا ساكن في الدور الأخراني. للمفتوح. بالظبط. أهلا وسهلا، منور. شكرا أوي. تبي تاخدي بالك منهم شوية لأنهم الظاهر عايزين مشكلة. طيب يا واد أنت وهو. سيب الموز، سيب الموز، انت بتاكل موز بقشره؟ سيب الموز. طب ادوني موزتين، واحدة ليا واحدة لمراتي. موزتين. طب موزة واحدة فرقة مراتي. هات موزة. عيب يا واد. موزة. ايه ده؟ موزة. لك وجع بطنكم. الله يلا. لا انا مش هاكل. يكون نفسهم فيه. واموت انا من الجوع. احرجت، ما بقتش عارفه اقول ايه. ازاي تعمل حاجه زي كده يا نوال؟ كل الناس بتتزنق يا حبيبي. يعني اعمل ايه انا دلوقتي؟ معلش نقضيها باي حاجه، واد احنا معزومين على العشاء بالليل. عبد السلام تاني؟ لا ديدي. ديدي مين؟ ديدي الرقاصه جارتنا في العماره، ست لطيفه قوي. رقاصه؟ ودي عرفتها امتى؟ النهارده عزمتنا على سهرة وعشوة بالليل في النايت كلاب اللي بتشتغل فيه. رحمات، رحمات من هذا العذاب، عقل مراتي فرقع وداب. كل يوم معزومين على حساب حد من الجيران. وانت زعلان ليه بس؟ ربنا يخلي جيراننا. اولا مش من طبيعتي ان انا اقبل عزومه حد ما اعرفوش. ثانيا لو فرضوا قبلت عزومه حد لازم احنا كمان نعزم؟ وده العمليه تبقى سفلقه يعني. خلاص نعزم اللي يعزمنا ولا تزعلش. يا حبيبتي انا محامي على قد، يعني اللي جاي مش مكفي الاكل والشرب والايجار، يبقى هنعمل عزايم منين؟ خلاص اتفرج دلوقتي ونكمل بعدين. خليك فاكر احنا وقفنا عند نعمل عزايم منين. ها
شايف الفلوس بتترمى عليها ازاي؟ علم هيبه ما عندهاش دم. واحد من دول لما يقع في قضيه يفضل يفصل في اتعاب المحامي زي حالات لحد ما نشي فريق يجي هنا يعمل ابو علي. لكن ان شاء الله هنشوه بالفلوس دي في نار جهنم ما هيلاقوا حد يترافع عنه مهما دفع. المهم ان دي بتروح اخر الليل ومليانه فلوس. هي كمان هتتشوي في نار جهنم زي الكباب اللي اكلهن عبد السلام، وهيسقسقوها في سوزوكي اللي شربهن. تضحك على ايه؟ اصل يا حبيبي تخيلتها في جهنم وهما بيقدموها في السيخ والنار طالعه منها. العالم ونونت بقى ومحدش عارف هو بيعمل ايه. اهي دي كلها كام سنه وتبقى مليونيره. بقول لك ايه؟ ايوه. هي تخلص رقصتها من هنا واحنا نقوم على طول. مش هنكمل البرنامج؟ لازم انام بدري، عندي قضيه الصبح ولازم استريح، محدش هينقطني وانا بترافع في المحكمه. خلاص، بس ما تزرجنش كده. جوزك لسه داخله على قده، ما تشتغلي وتساعديه. قلت له، قال لي بعدين نفكر. باين عليه مش راضي، يظهر انه مركز على الخلف وتربيه الاولاد. ايه الكلام ده لما يكون هو مقتدر؟ لكن ما دام على قد حاله يبقى لازم تشتغل. اقل ما فيها تشتري لنفسك اي حاجه تعوزيها. انت دلوقتي مش حاسه، لكن بعدين نفسك هتروح لفستان حلو، شنطه شيك، جزمه موضه. هتجيبيهم منين بقى وهو على قد حاله؟ ايوه احمد بيه، نسخت اوراق القضيه كلها سعاده بيه. اي عمل جديده تحرك. احمد بيه، سعاده بيه. ايوه بيه. ده انت رحت بعيد اهو. سعاده بيه، كنت سرحان فيه. في قضيه جديده شغلاك يا سعاده بيه. قضيه الاوراق يا ابو فندم. انت اوراق سعادتك؟ ده انتوا لسه بتعصيروا يا فندم. الست مش عايزه تذكر لا مع والدتي ولا مع والدتها. قال ايه؟ الاستقلال التام او الطلاق الصغير. ولا تزعل نفسك يا سعاده البيت.
انتوا مش بتقولوا انكم اجرتوا شقه ما فيهوش اسعاف في البيت؟ دي شارع يا فندم، مش شقه. تصور تبقى انت نايم انت ومراتك في نص الليل، تلاقي اللي معدي عليك يقول لك العرايس ناموا ولا لسه؟ ده مين اللي قاعد في الشقه ده اسعاف في البيت؟ عبد السلام. ده مسخره. مين عبد السلام ده؟ مين؟ عمرك شربت سوزوكي؟ نعم. سوزوكي؟ لا، ما انا ركبته حتى اسعاف في البيت. ولا دور السادس شقه 19. مالها الرخبه شقه 19؟ هز يا وز، كده دولارات، كده استرليني، بقت صاحبتنا قوي بقى. شوف المصيبه. هي مين دي يا فندم؟ ولا بتوع الدور الخامس مخلفين دسته عيال وكلهم بياكلوا الموز بقشره. الموز بيتاكل بقشره يا فندم؟ كلكم والست اللي بتفضح شغلتها بروسيه قمت. يا ساتر، ايه الكلام ده يا ساتر؟ انا يا سيد مراتي ضرب الصحوبيه مع نص سكان العماره في اول يوم، وكملت على العماره كلها في اسبوع. يا سعادة بيه، يعني ما تكبرش الموضوع قوي، الستات كلها غاوية الاختلاط. ود 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 الناس الأيام دي كلها بلاوي، كله بيغير من بعض وبيحكم على بعض. السلام عليكم. مع السلامة سعادة بيه. هنروح بعيد ليه؟ 90% من الأرض اللي في المحاكم أساسها المعارف والجيران والصحابية. عندك حق سعادة بيه. بشرطي بشرطي أخوك النهاردة لو قال لك صباح الخير لازم يكون وراها حاجة. فعلا فعلا سعادة بيه. فعلا. يا خرابي يا خرابي يا خرابي. مالك يا ابراهيم؟ النهارده اخويا قال لي صباح الخير. شفت بقى؟ روح البيت هتلاقي كارثه، هتلاقي عفش بيتك بيتباع. النمريه الجديده. سيرتهم تاني. بس دي مامتهم مأمنين عليهم. ما تجيبيش سيرتهم خالص، دول ياخدوا بالهم من الجن الأزرق. طيب. الله، قعدة الأرض حلوة. فاكر يا أحمد لما نمنع الأرض أول ليلة؟ بقول لك إيه؟ إيه؟ وما حضرنا الغداء من السكات. أدي عيبه. قصدك إيه؟ أصل ما عرفتش أطبخ من دوشة العيال. انت في حد مصنطك عليا؟ مين؟ انا يا احمد. انت مين؟ حماتك. في عيال واقفين جنبك يا حماتي؟ لا ابدا، مفيش حد خالص. ايه ده؟ ايه ده يا ولاد؟ حصل ايه؟ كان في عندنا مظاهرات. مظاهرات؟ مظاهرات ايه؟ انا عارف، اسالي بنتك، هي اللي مسؤوله عن العلاقات العامه والاداره الداخليه. انت جبت البتاعه دي منين؟ إيه؟ مش دي بتاعه ال أنا الآخر بقول الدنيا منورة كده ليه؟ ميرسي يا أستاذ عبد السلام، ده بوجودك. والله يا فوزية هانم، طلّاه شيء إلهي وشوشني في قلبي وقال لي نط نط اطلع فوق، أتاريكي هنا وأنا مش عارف. في الحقيقة أنا كنت راح أزور أختي لأنها لسه تعبانة شوية، لقيت برضو شيء إلهي قال لي فطي نطي اطلعي فوق، اتاريك هنا وانا مش عارفه. الله اكبر الله اكبر. فوزية هانم، احنا اكيد فينا شيء لله. طيب استاذن انا بقى. ليه مو بس؟ معلش، عشان عندي مشاوير كتير الحق اعملها. فوزية هانم. نعم. اخواتي واولاد اخواتي واولاد اولاد اخواتي والعيله كلها جايه من البلد بعد كام يوم، فإذا سمحتي لي أبقى أعرفهم بسيادتك.
قوي قوي يا استاذ عبد السلام، ده شرف لي. اتصوري حضرتك ان انا اليومين اللي فاتوا كنت تعبان ليه؟ تعبان جدا. لا ده شغل عليك. مش عارفه انام. ربنا يخليكي ربنا يخليكي. اتفضلي بقى. اتفضل. الحقيقه انا كنت في الحاله. انا مش عايز الراجل ده يجي هنا تاني. ليه بقى؟ هي كلمة واحدة، ده راجل ألعوبان، أنا مش مستريح. ليه بس يا حمادة؟ حمادة إيه ونيلة إيه؟ ما أنتش شايفة الست ودتك بقت عاملة إزاي؟ خلت تصرفاتها بقت إزاي؟ بتلبس ولاعة في صدرها دلوقتي. أرجوك ما تعيبش في ماما. كفاية إنها اتحرمت من كل شيء وهي في عز شبابها، واستحملت عشان تربيني. وأظن دلوقتي من حقها إنها تعيش وتتجوز، بدل ما يعاش لوحدها من يوم ما سبتها. أنا ما قلتش لأ، بس تتجوز راجل محترم. وهو الأستاذ عبد السلام ماله بس؟ ده حتى كل شيء فيه ممتاز. انا عايز اعرف بقى ايه الشيء الممتاز في عبد السلام افندي بتاعكم ده. راجل كل حيويه ونشاط، دايما مرح وسعيد، واخد الحياه ببساطه، ما عندوش عقد. اللي في نفسه بيعمله، اللي على باله بيقوله، اللي في جيبه بيصرفه. بقولك ايه، روحوا ايه لوالدتك، احمد بيقولك بكره تندم يا جميل. بعدين يا استاذ، كل الشهود بيشهدوا على اخويا وانا مش مستريح للقضيه. طمني يا معلم، انا متاكد دلوقتي ان اخوك كان على حق في اللي عمله مع زلمه. انا هدافع عنه باستماته. بكره هشوف مرافعتي، هشوفها في المحكمه، هتسلسلها، هتجيب عليها وطيه. ربنا يديك الصحه وفصحت لساني يا استاذ. بس انت بقى بكره تخليك جدع وتحضر لنا مؤخر الاتعاب، لاني هكسبها يعني هكسبها. خلاص وانا جاهز. سلام عليكم. بقول ايه يا سعاده البيت؟ انا بالي شهرين ونص ما قبضتش. ترى يا ابراهيم، انت مش شايفني انا بقول للراجل يحمد لنا مؤخر الاتعاب بكره؟ ايوه يا سعاده البيت سمعت. خلاص اول ما هيقبضني هقبضك ست اشهر لقدام. اديني صابر يا بيه. يا خاين يا غسان، ده كل اللي احنا بنعمله يا عم. انا رميت العاد. بس كل ده عاد ده. شوف الموضوع ده ايه وعلقه اوامر. انا مستنيك وانت محتاج. اعتبر وتعلق يا سعاده البيت. اديني العاد. مش كده بقى، كله بالقانون. امال القانون اتعمل ليه بس؟ ما بيكون في علمك. اسكت انت. اسكت اروح فين؟ ما تنطقش كده يا استاذ. اسكت بقول لك. اسكت كده. انت دلوقتي في حمايه القانون يا ست. يسلم بقك يا اخويا. خليك وطول عمرك. انت لسه سمعت حاجه؟ اتفضلي، ده انا هجر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 ج
عيب يا فندم. خير؟ عيب يا استاذ، ده قضيه سقع، قضيه نفقه وطلاق مع بعض، والست هتيجي المكتب بالليل عشان تتفق وتدفع الاتعاب. طب ما كنتش تقدر تاخد منها حاجه دلوقتي؟ دي تيجي يا استاذ مركزي، اصل انت عارف الحاله ناشفه قوي الاول اليومين دول. يا سلام يا سعاده بيه، على فكره سعاده بيه ما فيهاش كسوف ولا حاجه، احمد بيه انه معايا 2 جنيه، سعادتك تاخد جنيه وانا جنيه. ماشي يا ابو الهيثم. بقول يا خير، خليك انت نص وانا جنون نص عشان بعول اطفال ابرياء. طيب بس يبقى خليك فاكر يا ابراهيم افندي. ايه في ايه؟ في مفاجأة حلوة. أمي جت؟ بقول لك حلوة. قصدك إيه يعني؟ بهزر يا أخي. تعال. بص وقول لي رأيك إيه؟ هو اللي راكب الورق ده؟ لا يا حبيبي، انا اشتريته امبارح وركبته النهارده. شفت بقى مراتك شاطره ازاي؟ جبت الفلوس منين؟ مش انت كنت سايب لي فلوس؟ الفلوس اللي انا سايبها للاكل والشرب مش للورق. انت كده كل يوم لازم تعاكن عليا. انت اللي مش حاسه بيا خالص. بكره تفرج ولا يهمك، وبعدين انت لازم تكون متفائل، المستقبل كله شغل المحامين. مستقبل المحامين؟ بس اللي في 2 جنيه الوكيل بتاعه بيقول لي مستقبل المحامين.
حبيبي. بدا خفيف. بس انا عامله لك اكل يجنن. بجد؟ بجد. ظفر يعني؟ كله ظفر. مستنيه ايه يلا؟ ظفر. أول مرة أحس إن أنا متجوز. الله، إيه الحلاوة دي؟ ده إحنا أسرة محترمة بقى. شايف؟ مش كده؟ ده خبر أبيض، واحد بقاله مدة كانت الصورة مسكتة. تعرف فين؟ أشوف الباب. لا الخط مش على الباب، الخط من فوق. اتفضل يا أستاذ عبد السلام. ما شاء الله ما شاء الله، اخضر يانا اخضر يانا. لو قصد يا جماعه والله ما انت قايم يا استاذ احمد. اتفضل معانا الغدا. سبقتكم اتغديت كافيار وسمك مدخن واتنين سوزوكي. سمك مدخن؟ انت مش متعود تطلع بالليل؟ ايه اللي بتطلعه بالنهار؟ رسمت يا سيدي لوحه من اكبر لوحاتي ورايح ابيعها. اسمها ايه دي؟ عندما تأتي الخيول من المزرعة ظهرا في بؤونة. دي اسمها كده؟ أيوه. شفتي؟ عندما تأتي بؤونة الخيول. عندما تأتي الخيول. فين 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 بؤونة بقى؟ أستاذ أحمد. أيوه. لو لاحظت الحتة دي بؤونة. أيوه. ودي ظهرا. والخيول؟ الخيول هنا بقى. يعني أنت دلوقتي هتدفع الإيجار لصاحب البيت وتاخد منه المفتاح. لا والله ما افتكرش المرة دي. أصل في التزامات مهمة اليومين دول. ثم انا هشيل هم صاحب البيت ليه؟ البركه فيكم مسهلين المهمه. على رايك هوب تبقى فوق هوب تبقى تحت بالظبط كده. سلام عليكم. كده تحرج الراجل؟ هو ده عمره اتحرج؟ برضه ما يصحش، لانك انت عارف انه جايز جدا يبقى جوز ماما، يعني هيبقى في منزله بابا، بمعنى اوضح هيبقى حمايك. ده يبقى حمايه؟ جايز جدا لو الامور مشت زي ما انا عايزه. لحمه هي نيه شويه مش كده؟ اصل البوتاجاز خلص وانا بسويها. بتدور على ايه يا حبيبي؟ بدور على فازه كسرها. في فازه جديده جوه في اوضه النوم. جديده؟ جديده. مساء الخير. اهلا وسهلا. مش واخد بالك مني حضرتك؟ لا والله انا ساكن معاك في نفس البيت في الدور الثاني. اهلا وسهلا. اهلا وانا قاعد لقيتك قاعد متضايق وشايل الهم، محتاج اشوف ايه الحكايه. لا مفيش. اكيد مختلف مع الجماعه بتوعك. جماعه ايه؟ احنا مالناش في السياسه. يا اخي قصدي الست بتاعتك، وبصراحه كمان شفناك وانت نازل زعلان. ما انت عارف بقى بيه الستات واللي بيحصل منهم. عارف. تبتدي الواحده تفر ناعم طول ايام الخطوبه لحد الجواز ما يتم، وتبتدي تقول لك نحن هنا. هو عارفك سوا سوا برضه زينا ولا ايه؟ هو مين؟ احنا ذبحنا القطه من اول ليله وريحنا نفسنا من اولها. قطه ايه لا مؤاخذه؟ ده مثل بنقوله عندنا. معناه ان الراجل لازم من اول يوم جواز يحسس الست بتاعته ان الكلمه كلمته والشهره شهره ولا راي يعلو على راي. الله اكبر الله اكبر. تضرب على وده على طول على طول. تضرب تحترم نفسك. تضرب تحترم نفسك. مفيش يا مرحمين. هو كده على وده. مظبوط. يا سلام. تصبح على خير. يا سلام. السلام عليكم. ما قلتليش حضرتك يعني اسم سيادتك؟ سليمان السبع. يا سلام. سليمان السبع. اسم على مسمى. السبع. ايوه. وحضرتك اسمك ايه؟ انا لحد النهارده كان اسمي احمد نافع الابوري. أيوة. من ابور. أيوة. انما من دلوقتي
تقدر تقول عليا ابور الاسد، ابور الفيل. الله اكبر، ابور الجامد قوي. يا سلام الجامد. كنت فين لحد دلوقتي؟ كنت بعزم واحد صاحبي توفى. وكنت عاملين نصران في الكباريه؟ ليه بس يا حبيبتي؟ حابة دور ايه؟ الساعة 12 ونص. ما انت عارفة بقى على ال عارفة ايه ما خلص وهدوا الصهان ولحقت الأتوبيس. ايه؟ اسمع، مش عايز اسمع صوتك أبدا. حاضر. اترزع نام هنا. والصباح رباح. حاضر. ولا أقول لك؟ ايه؟ نام بره أدبا ليك. حاضر. رجالة ما تختشيش. تعالى هنا. ايه؟ إن ما كنت أخليك تمشي على العجين ما تلخبطوش. ايه هو ده بقى؟ انا عملت ايه عشان تكون بقى؟ عايز ليه دلوقتي؟ علشان انت زعلان مني وانا مش عارفة اسعدك. وعلشان تساعديني لازم تسمعي الكلام. حاضر يا حبيبي. بعدين من النهارده لازم تعرف ان انا الاسد هنا في البيت ده. بس احسان عبد القدوس عنده روايه بيقول فيها ان الاسد اصله قطه. ماليش دعوه باحسان عبد القدوس، انا اللي بتكلم دلوقتي مش احسان عبد القدوس. خلاص اللي انت عايزه انا همشيك. طيب خدي ورقه يا مصاحبه بيت مرة. يا بتاعت بره. مسحت دموعك؟ طيب تعالي نلتقي في قبلة شنيعة. قبلة شنيعة. البيت بيتكم. ربنا يكرمك. انت وحشنا يا شعب صلاح. اقدم لكم العيلة وعيلة العيلة. سلم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا حلاوه سلامات وحشنا قوي قوي. اهلا اهلا. انت بتعمل ايه؟ اهلا سلامات كده. مرحبا يا بيه. حاجه جميله. اهلا وسهلا. ورايا يا اولاد. ايوه حلاوه يا رجالي. ايه دي؟ اوبا. اسمع يا جدع، يكونش جايبهم يا حبيبي عشان يخطبوا له ماما؟ يخطبوا له ماما ده ايه؟ انا مش عايز اسمع السيره دي بعد كده، فاهمه؟ طب بس خلاص ما تزعلش. احنا كنا بنقول ايه يا نوال؟ بنقول ايه يا نوال؟ افتكرت. ايوه. انزل لا مؤاخذة، هننزل نجيب سجاير وعيش وغموز. غموز؟ ايوه غموز، يعني ما تجيبش غموز ولا ايه؟ دي حاجة تضايق الحرية. عجبك كده؟ مش قلت لك ما تصحش ندي للناس وش اكتر من اللازم؟ بس ما تاخدنيش في دوكه، احسن انسى كنا بنقول ايه. ده مؤاخذة، نسيت اسال عبد السلام على نوع الدخان اللي بيشربه. لكن انتوا دخلتوا هنا ازاي تاني؟ ما هو اصل يا عبد السلام ادى لكل واحد مننا مفتاح للشركه. ايه؟ مش قلت لك يا ست هانم احنا ساكنين في الشارع؟ يعني لازم تقول له ان احنا معانا مفاتيح. مش هو اللي سأل؟ قول تقول له. طب انا هعمل دور خلاص. ايه يا والله يا عيال قاعدين تتخانقوا هنا وما جبتوش الغموض. والله المستعجل هو اللي ينزل يجيب بقى، ولا احنا خبرين عنوكوا. ايه ايه بقى كده؟ ايوه كده. والله العظيم نوريك يا ولاد. ايه يا اخي هورين؟ وادي قاعد
ساعتين ايه؟ المتهم خد عدالة. يا نهار اسود. اصل هيعمل ايه؟ ما لقاش حد يدافع عنه من ساعة البيت. على كده يعني مش هنقبض مؤخر الاتعاب؟ لا يا ساعة البيت الحكاية مش حكاية مؤخر الاتعاب. احنا المتهم عايزين كبير. عايزين الشامو من دمك والشامو من دمك. انت جيت؟ نهارك اسود ومنيل بزنجين نيلة. امسك اعصابك يا معلم. ولا دايم الى وجه الله كلنا هنموت. اتفاهم بهدوء. ابقى اتفاهم بقى في القصر العيني لما شرعك. ابراهيم. يا سعادة البيت انا بس هروح لغايه البيت اديهم خبر اللي انا في القصر العيني. ما تبقاش عايل يا ابراهيم. شوف حاجة كده هتضيع نفسك في شربة مية. تصرفك ده فيه تأبيرة. وماله؟ قال اقعد جمعتين ثلاثة مع ابويا قبل ما يشدقوه. مرة تعطس ويأكلوك ومرة مكيش ويحكموا فيها. انت حد مسلطك علينا ولا ايه؟ انا هعمل له نقض على حسابي يا معلم. مش هتلحق وشرفك. هقوم له محامي شاطر جدا على حسابي. سيبك مني انا مقلب. انت حسابك في الدنيا انتهى. تحب تتشاهد ولا تموت فيك؟ تاكس. على فين يا عروستنا يا حلوة؟ هروح لماما يا أستاذ عبد السلام. ومش عيب برضو تسيبي البيت علشان شوية زعل فاضيين؟ وعرفت منين؟ ما تعرفيش ان انا اقدر اقرأ افكارك، ومن شنطة هدومك اقدر اقولك على كل اسرارك. انا عرفت اللي حصل امبارح من افراد العائلة، ورحت النهاردة الصبح دفعت قرشين لصاحب البيت وجبت منه المفتاح. بس هو من يوم ما اتجوزنا دايما عصبي وقلقان. انت عارفة ان ظروف الحياة مش سهلة، وده راجل لسه بيبني حياته. معلش برضو لازم اروح لماما واقول لها عشان تشوف لها طريقة وياه. ما فكرتيش ماما قد ايه هتبقى حزينة اما تعرف ان بنتها الوحيدة مش سعيدة في حياتها؟ خصوصا وانت عارفة ان ماما ست رقيقة قد ايه وانسانة قد ايه وظريفة قد ايه. عندك حق. كفاية انها عاشت على ذكرى المرحوم بابا 15 سنة بحالهم. زي تمام. ورفضت كل اللي تقدموا لها. زي تمام. مع انها في عز شبابها. زي تمام. ايوه كده. اضحكي اضحكي وخلي الدنيا تضحك معاكي، وارجعي بيتك وقابلي جوزك لما يرجع بابتسامتك الحلوه دي، وتاكدي انه هينسى كل شيء. ميرسي قوي يا استاذ عبد السلام. العفو. يلا مع السلامه. بقول ايه؟ هي ماما مش جايه عندكم قريب؟ هي ايه الحكايه؟ خبطي جامد. انت نايمة؟ انا بقالي ربع ساعة عمالة اخبط محدش جوه. يبقى اكيد محدش جوه. يعني حد على مشوار تاني. في حاجة اقدر اساعدك فيها؟ معايا بدلة للست دي عايزة اديها لك. طب هاتيها انا اوصلها لها لما ترجع. حضرتك ساكنة هنا؟ في اخر دور وصاحبتها كمان. هاتي. يبقى كتر الف خير. العفو. مش قلت لك ان قلبك اسود وقاسي؟
ايه ده يا حبيبي؟ مش معقول. لا، خناقة بسيطة. مع مين؟ قولي وانا اعدمهم العافية. شوية رجالة مفترين كانوا بيتخلقوا مع استاذ زميل، خسروا القضية بتاعتهم. انا تعبت منهم بصراحة، رحت قايم قافل الباب بتاع اوضة المحاميين وهات يا ضرب، عدمتهم العافية. برافو عليك يا حبيبي، طول عمرك شاهد. طب يلا تعال خش جوه استريح وانا هجيب لك الاكل في اوضه النوم. اوعى كل لحمه امبارح. ما تخافش يا حمادتي، اطمن. يا نهار اسود حمادتي، انت بتدلعيني كمان. دماغي مش في ايدي. معلش برضو لازم اكلك بايدي. احمد انت مش وعدتني اني ممكن اشتغل ونساعد بعض في مصروف البيت؟ انا مش عايز اتعبك يا حبيبتي، غير كده كمان القرشين اللي هتقبضيهم هيضيعوا ما بين المواصلات تاكسيات ووفير بتاع الشغل. وهو انا هشتغل شغلانه عاديه من دول؟ امال انت هتشتغل ايه؟ يا ساتر استاذ احمد ده بيغلمني، تصور اتصل بيا وصحاني من النوم وقال لي حصلني على المحكمه فورا. انت واقف ما تخلص. خير يا ساعه طبيب؟ خير يعني ايه؟ قضيه النفق مش النهارده؟ ايوه ساعه طبيب، بس لسه الساعه ونص. يعني عايز كان متاخر عشان يحصل ما حصل المره اللي فاتت؟ انا معاك حق ساعه طبيب، دي المطلقه دي خفيت ابيض ما تعرفش يوم رحميني. قول لي يا مريم. ايوه ساعه طبيب. تقبل مراتك تشتغل رقاصة؟ هو أنا لو قبلت حد يرضى شغالها سعادة بيه؟ دي بقت من قدماء المصريين. افترض إنها لسه شابة وصغيرة تقبل؟ على جثتي يا بيه. إنما قولي حضرتك بتسأل ليه؟ لا أصل واحد صاحبي مراته عايزة تشتغل رقاصة. اسمح لي، ده راجل أذن. أيوة. وعظيم الرجولة كمان. ما تلم السالك يا قاعد، تلم صاحبي ايه؟ ما تلم صاحبي. ما هو يا سعادة بيه ما في سوق محترم يبقى على نفسه كده ابدا. يعني هو كان نايل وافق. يا سعادة بيه مجرد انها تناقش في موضوع زي ده يبقى سوق تافه، وكان لازم يسيح دفعها ويجي لحضرتك عشان تترفع عنه. انت اللي بقى يا سعادة بيه. اتفضل يا جدعان اقعد بقى. صح امر سعادتك. قول له يا لو واحد متجوز من مدة قريبة وحب يطلق مراته مش تبقى فضيحة قدام الناس؟ ده يتوقف يا سعادة البي على سبب الطلاق. إنما قول لي سعادتك بتسأل ليه؟ لا أصل عندي واحد صاحبي متجوز من قريب وغرض يطلق مراته. هما صحاب سعادتك جرى لهم إيه يا سعادة البي؟ دول لا مؤاخذة عر قوي. أنت ما بتهاش كده ليه؟ أنا عارف أنت مالك إيه؟ مالك أنت ولا أصحابك؟ ايوه ساعتك بيه بس. اجل تاني يا بابا. حاضر يا ساعتك. قول لي يا ابراهيم. ابراهيم. الساعة بقت 10 ولسه ما جاش. Thank you.
هانم؟ أنا مش مصدق عيني. ما تتصوريش حضرتك وحشاني قد إيه. ميرسي يا أستاذ عبد السلام. مالكوا يا جماعة؟ في إيه؟ نوال يا سيدي زعلانة مع أحمد. برضه قلت لماما. أنا مش اترجيتك إنك ما تجيبلهاش سيرة وترحمي شبابها ورقتها وقلبها الحنين. أصل الحكاية اتنيلت خالص إمبارح. ما أنتي اللي غلطانة يا نوال. يرضيك يا أستاذ عبد السلام تقول لبوسها إنها تشتغل رقصة؟ إيه؟ رقصة؟ رقصة من الليل؟ أيوة تصور؟ أنا كنت عايزة أساعده في مصروف البيت. ثم جارتنا دي ما هي رقاصة. مالها؟ وكوثر جارتنا بتشتغل في كافيتيريا وعندها عربية. وليه كل ما أكلمه كلمة والتانية يزعع؟ إشمعنى يعني عنايات جارتنا هي صاحبة الرأي والنهي في بيتها؟ آه دلوقتي فهمت بقى. فهمت إيه؟ يا نوال يا بنتي أنا أكبر منك سنا وأعرف الدنيا أكتر منك، واللي يسمع كلام الناس ويصدقهم عمال على بطال لازم يضيع. أما الست عنايات اللي بتتكلمي عنها دي فأنا بقولك إنها ما تقدرش تكح قدام جوزها، وإذا ما كنتيش مصدقة أنا مستعد أوريكي ده بنفسك. وشقة 8 ربنا يستر على عبيده وغيره وغيره وغيره. يا نوال يا بنتي الناس ماشيه في الشوارع وعلى وجوههم اقنعه يداروا بيه حقيقتهم علشان يغشوا غيرهم. معقول الكلام ده كله؟ يعني الاستاذ عبد السلام هيكذب؟ وما تنسيش ان انا ساكن في البيت من سنين واعرف كل اللي فيه. ما كانش لازم تفتحي بيتك لكل من هب ودب. عشان كده ناس زمان قالوا اسأل عن الجار قبل الدار. صحيح الواحد ما بيصدق انه يلاقي سكن يسكن فيه، انما ده ما يمنعش ان الواحد يعيش في حاله ويرسم حياته على حسب ظروفه من غير ما حد يأثر عليه. يا ما في ناس غاوية تحط غيرها في مصايب وتقعد تتفرج عليهم. وانا كنت حعرف منين انهم بالشكل ده؟ عشان كده الواحد مش لازم يتصرف في علاقته مع الناس خصوصا مع جيرانه. على العموم يا جماعة الحمد لله ان الحاجات دي حصلت في الاول علشان بعد كده تقدروا تكملوا المشوار في سعادة وهناء. وياريت حضرتك تروحي دلوقتي علشان لما احمد يوصل ما يلاقيش حد في البيت غيرها، وكلمتين حلوين منك هيرجعوا كل شيء لأصل. عندك حق يا استاذ عبد السلام، احمد مش لازم يعرف ابدا ان انا عرفت. خليه يحس انك انت اللي مقتنعة برأيه. اتفضلي اتفضلي أوصلك يا أعظم سيدة على ظهر هذا الكوكب. مفيش داعي تتعب نفسك يا أستاذ عبد السلام. أتعب نفسي وأسيبك تروحي بالليل لوحدك؟ بس يعني ما فيهاش حاجة يا ماما. ما فيهاش حاجة يا ماما. يا هانم أنا مستعد أقضي بقية عمري في خدمتك. الكلام ده كتير قوي يا أستاذ عبد السلام. ولا كتير ولا حاجة. نوال هانم هو أسبوع العسل قضيته في أني أوتيل. في مين هانم؟ وكان كويس؟ هايل. طيب على العموم اذا ما ظهرناش انا ووالدتك لحد بكره هتلاقونا هناك. ايه الكلام ده يا استاذ عبد السلام؟ ده اقل ما يجب. انت الاسانسير ده بقى يتصلح مش معقول. على رايك. اي رجلي. ايه؟ سلامتك ألف سلامة. إن شاء الله. أنا رجلي يا أستاذ عبد السلام. أنا هتصرف حالا. يا رجلي وريني كده. يحس انه جدع ويقعد يقول انا جدع لغايه الصبح. انا شارب ازازه بحالها وحاسس ان انا مش جدع.
مش معقول. طيب طيب ماما فين؟ الشغالة ضربتني وقالت لي انها ما رجعتش البيت لغاية دلوقتي. ما تخافيش، ماما عندي في شقتك؟ معناه ايه الكلام ده يا استاذ عبد السلام؟ واحنا خارجين من باب البيت رجلها التانت تحتها ووقعت على الارض. طبعا ما قدرناش نطلع السلالم دي كلها تاني، وكمان ما قدرناش نطلع الشارع علشان ناخد تاكسي، فحوشتها عندي. وعامله ايه دلوقتي ماما؟ طمني. ماما بخير، بس انا حزين على نفسي، حزين قوي. قصدك ايه؟ مش فاهم. لما امك وقعت حاولت اشيلها من ايدي، تصوري ما قدرتش، خطوه والتانيه ولقيت نفسي راح. قص عليك يا زمن، طمنيني مش كله تمام؟ ما جاش البيت لحد دلوقتي. غريبة. اجي معاك، عايز اشوف ماما. لا خليك انت هنا، يمكن احمد يجي، وانا غرضي لما يرجع يلاقيكي موجودة وانا هبقى اطمنك عليها. فين النقطة؟
اتفضل اطلع للمكتب فوق وانا هطلع نقطك. اه بس اتنقطتني نقطه نقطه ازاي يا حنفيه. مع أولاد من هنا ورايح يا تشتركوا غسالة يا تعودوا بهدومك وسخة مش تنضفوا على حساب العالم الغلابة. الله انت مجنونة يا جدعتة ولا ايه؟ انت اللي مجنونة وستي المجنونة بتفتري على العالم ليه؟ ثم بتضربيها بالدماغ ليه؟ محدش عنده دماغ غيرك يعني؟ اقبل السلمه اللي شنكلتك وخلتني اقضي جنبك اجمل ايام عمري. استاذ عبد السلام ارجوك بلاش الكلام ده. مش بايدي يا هانم خلاص ما بقتش قادر اكتم واخبي بعد عذاب الحب مفضبي. وبعدين يا استاذ عبد السلام ضغط يولد الانفجار. نوافي استاذ عبد القول من رب العين. نوال فوق يا اخي. نوال مش فوق. نوال بره. انتوا بتعملوا ايه؟ نوال هو مال؟ الله اعلم. احمد انتوا بتعملوا ايه؟ احمد فين؟ احمد خرج احمد استنى يا احمد. هي مالها؟ الله اعلم. هو من هنا يا استاذ. احنا وراه مسافر طويل. مالنا يا هو في العماره. مش معقول. قرب يا ابني. بتعملوا ايه؟ وانت مال اهلك؟ يا اخي ما زي بعضه. بقى الناس دي كلها عرفت الباب السري بتاع القصر فين؟ انا مش مطمنه ابدا. وانا الان. يلا نشوف بيعملوا ايه؟ احمد. محدش يقرب لي. احمد استنى يا احمد. محدش يقرب لي. احمد. سيبوني. انتوا عايزين مني ايه؟ انا نوال يا احمد. لا انتوا جيران. نوال مش كده ابدا. ثم انا مش متجوز الجيران. انا متجوز نوال. انتوا عايزين مني ايه؟ خلاص يا حبيبي ما بقاش في جيران. بقيت نوال وبس. هفكر واتكلم بعقل نوال وبقلب نوال وبلسان نوال. حياتنا هنبنيها زي ما احنا عايزين وبالطريقه اللي تساعدنا من غير ما حد يدخل فيها. والولايه اللي سمعنا ايه؟ ملناش دعوه بيها. وكوثر وديدي وبقيه العماره ليهم حياتهم ولينا حياتنا. نوال كنت فين يا نوال؟ حبيب قلبي تعالى. هو ده اللي فتح لي دماغي يا استاذ. اسجن هولي سايقه عليك النبي. حاسب هو ده اللي نط على سريري يا فندي. يا جماعه مش كده. مش كده الكلام اللي بتعملوه ده. ايه ده؟ سيبوهم. هما دلوقتي في لحظه من اجمل لحظات الحب. تقطع عني الخلف يا سعد سلام. احسن نهايته. يلا يا ست جمالات. يلا تعالي. بمناسبة الخلف ايه رأيك بعد الجواز؟ أستاذ عبد السلام. يا سلام على الناس الكمل لما تنكسف. بالمناسبة دي أنا عزمك الليلة دي على فيلم فرنساوي اسمه أمبيانس. مكسوف كده ليه في شعر العسل؟ أحمد يا حبيبي ايه رأيك لو اشتغل ممثلة؟ ممثلة؟ استنوا خدوني معاكم. يلا